الاخيره. بألم؟ بألم يا عم. والله ألم. والله ألم. والله مش... اوكي شريف. أمير. الله. إيه أكتر حاجة بتحبها في الأيام؟ أكتر حاجة بصروا في عينيه. بصروا بصروا في عينيه كده ركز وقول له. خش بعدين. المثابرة. أكتر حاجة بحبها فيك المثابرة. والله؟ يعني زي الكزبرة كده. كمل الجملة دي معايا. أنت أحسن واحد يعمل كل حاجة. كل حاجة. لا عليا أنا المفروض. يعني أنت يعني أنت أحسن واحد يعمل. أنت أحسن واحد تعمل سولو جيتار في مصر في كل حتة. لو ليك إنك تزود أي مزاكاتي من أي زمان أو مكان على البند هتزود مين؟ أي زمان؟ لا لا حياتك في البيت يعني. فادي مركز. لا اتخانقوا عبد الوهاب لعلمك كيف. عبد الوهاب مين؟ ايه اللي انا بعمله بيستفزك؟ كتير. انا عارف ايه يعني. انا نفسي يبقى ليجند ومش عارف. بتعرف ازاي اني قافش لو انا ما بينتش؟ بالجزء. جزء شويه هنا بتتمشى كده قاعد عامل كده وتبص في الموبايل وتحاول تلعب جيمز عشان تهرب من الواقع الموت. ايه المثل اللي امك دايما تقوله لك ومؤثر فيك؟ اللي كنت بحس ان امك بتقول لك قلبي ربي غضبانين عليك. ايه ثلاث حاجات ما تعرفش تعيش من غيرهم؟ انتوا عايزين حاجات يعني من اكتر حاجات اللي خلاني اصلا احس ان انا ما اقدرش اعيش من غير يعني ما كنتش اعرف اعيش لغايه دلوقتي. انا فكرت ده سؤالي يا مان عايز اجاوب. انا من عشان جدتي واهلي كايروكي. جدتك وأهلك دي اتنين لا يعني أهلك يعني أهلي وجدتك. طيب لو أوبجيكتس تلفزيون وش وش مقدرش أعيش من غير تلفزيون. بقولك أنا فاكر الحوار الخشب اللي أنت كنت جايبها عشان لما الريموت باظ عشان تعرف تقول الحاجات من السرير اللي بتنزلها الريموت باظ وأنت جايب الخشب. Guess the song. سهل اصلا. لا لا انت ما كملتش سنه صغيره النقطه اللي بعدها. انت ايه يا ابني ما كملتش ثانيه اظن. لا 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 ما كملتش كتير واحده ثانيه. يلا لا بص ثلاث ثواني كمان دوس وعد بجد. ثلاث ثواني يا امير. بص هنا 1001 1002 1003. لا مش عارف.